انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية، وبنور الإسلام عم الضياء. كانت حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مزيجا من الأخلاق العظيمة الفاضلة، ممثلة بالعفة والصدق والأمانة مع القوة ونصرة المظلوم. ويقترن ذلك باللجوء في كثير من الأحيان إلى العزلة والخلوة والتأمل، وترك ما كان عليه قومه من شرك وصخب وإدمان ولغو وقمار. ولم تقطعه العزلة عن إدارة تجارته وتدبير معايشه والضرب في الأرض والمشي في الأسواق ومشاركة قومه نشاطاتهم الجادة الخالية من العبث والانحراف. وتميزت هذه الفترة ببروز كثير من الصفات القيادية في هذا الرسول القادم، وبدت في تفكيره وسلوكه معالم الحكمة التي تؤهله لقيادة من نوع فريد. لقد كانت يد العناية الإلهية تحوطه ليل نهار، وتعده لحمل آخر نبوة ورسالة إلى البشرية كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ولد ليكون نبيا، واختاره الله عز وجل من قبل أن يولد ليكون نبيا. فالله عز وجل هيأ حامل الرسالة بمقومات خلقية وأخلاقية وجسدية خاصة
ليتحمل هذه الرسالة ويتحمل هذه البعثة. من هذا التمهيد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان قوي الجسد، فلم يكن ضعيفا يبحث عن تعويض لهذا الضعف بادعاء النبوة. كان من أوسط قومه نسبا، أي أعلاهم نسبا، فلم تكن عنده عقدة النقص التي يحتاج فيها أن يغطيها بادعاء النبوة. كان صاحب سلوك يؤهله للاقتداء به بعد حصول البعثة والرسالة لما يعلمه الناس عنه قبل البعثة والرسالة، فقد كان الصادق الأمين. اجتمع كمال العقل وكمال البدن فنور على نور، وهذا ما جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أعطي قوة في بدنه وأعطي أيضا قوة في عقله وإدراكه صلى الله عليه وسلم. وأنا أتحدى في السيرة حتى من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى أن يأتونا بقصة صحيحة أنه خان أو غدر أو غش أو كذب بأبيه وأمي أو حصل منه ما يخالف الخلق الكريم والنهج القويم، بل سيرته كلها عطرة وكلها مثل عليا وكلها أخلاق سامية وكلها مساعي نبيلة وكلها مجد وعفاف وكله كرم. والله سبحانه وتعالى أعلم مكانته فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن بيوتات العرب ومن أحسن العرب وأجمل العرب، وكان من أحسن شباب مكة. ورغم حرصه على الابتعاد عن كل الملوثات الفكرية والسلوكية التي شاعت في مجتمع الجاهلية، إلا أنه لم ينقطع عن قومه، فالإرادة الإلهية تؤهله لإصلاحهم. ومن سيحمل رسالة كهذه لا ينبغي أن يفك ارتباطه بقومه. غصن بين الأغصان لكنه لا يشبه شيئا من الأغصان، شجرات بين الشجر في الوادي لكنها لا تشبه شيئا من شجر الوادي. فهو صادق قليل الكلام واضح البيان إذا تكلم، أمين يحبه كل الناس ويعتقدون فيه الخير والأمانة. الصلاة. قبل 5 سنوات من البعثة جرت وقائع حادثة فريدة دلت على مدى النضج الذي بلغته شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما أعادت قريش بناء الكعبة بعد أن تصدعت جدرانها بسبب سيل جارف. وحين ذاك تقاسمت بطون قريش أركان الكعبة، ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه. الحجر الأسود حجر مقدس أو حجر له مكانته، فكأنهم بينهم وبين أنفسهم قالوا هذا الحجر الذي هو كالحجارة الأخرى أو كالحجر الآخر أو نوع من أنواع الحجارة، لكنه يمتاز بأنه مقدس طاهر نظيف، فليحمله رجل أيضا هو كالرجال كالآخرين لكنه طاهر ونظيف وصادق. استمر النزاع بينهم أياما وكاد أن يتحول إلى حرب فيما بينهم. كانوا يقولون هذا الأمين فلنحكمه، فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم بأن وضع رداءه الشريف وأن يضع الحجر في وسطه وأن يأتي ممثل لكل قبيلة فيرفع الرداء الشريف إلى قرب موضع الحجر، وتناوله واستلمه صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين ووضعه في مكانه أو رده إلى مكانه، فحقن دماءهم بذلك. وكانت هذه دلالة بل اعترافا منهم بفضله وأمانته وصدقه ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم. كان حلا حصيفا رضي به القوم، وكشف عن الحكمة التي يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الحادثة فرصة لأن يتعرف العرب وخاصة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب بحدث لا ينسونه أبدا. هذه الحادثة مسألة الحجر الأسود
كانت بالنسبة للعرب ولقريش على الخصوص قضية عقائدية هائلة. فكان وضع الحجر الأسود في مكانه مجدا عظيما لمن يرفع ذلك. فبناء الكعبة كان بحاجة إلى أمانة رجل، وكانت بحاجة إلى أموال حلال. فلم يجدوا ذلك، أخذوا يسألون الله سبحانه وتعالى، أنهم عندهم عادات أنهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فبرهن الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل هو الصادق والأمين الذي تتفقون كلكم على أمنية وعلى دعوة صادقة أن يحققها الله، فكانت في نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تدل على صدقه، وتدل على أمانته، وتدل على حكمته وقدرته على حل المشكلات العويصة التي كادت تصل إلى القتال بين الناس، وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستحق النبوة. هذه كانت حجة على قريش الحقيقة، علشان لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالبعثة ويبعث نبي، هتعودوا تقولوا عليه كذاب، أنتوا كذابين، تعرفين أنه هو في قبل بعثته كنتم تسمونه صادق، خائن، ساحر، أي حاجة من هذا الكلام هيبقى كلام لا طائل من ورائه. ومما ترويه كتب السيرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم شارك مع أعمامه وهو فتى في حرب الفجار. الفجار سميت حرب الفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم، والعرب كانت تستنكر الحرب في الأشهر الحرم، وهو شارك فيها وكان في موقف الذين يدافعون، لأن هوازن اعتدت على قريش، فهو كان مع عمومته من قريش، فكان في موقف العادل، يعني حرب عادلة في الجانب القرشي. قتلت بعض القبائل العربية في هذا الشهر الحرام، فتضافرت قريش على أن تصد هذا وعلى أن تمنع الظالم من المظلوم، فكانت حرب الفجار، أي لصد فجور الناس وصد تعدي الناس على حقوق الآخرين وحق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم شهدها إلى جوار أعمامه، لم يحضرها مباشرة أو يشارك فيها، ولكنه كان ينبل لأعمامه، وقد ورد أنه قال إنه يعني يسره أن يكون حضرها، لأن هذه الحرب كانت حربا عادلة بالنسبة لدفاع قريش عن حرمة البيت الحرام. لقد وصفته رفيقة دربه السيدة خديجة رضي الله عنها بأنه يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. بعد حرب الفجار وموت هاشم وعبد المطلب دعوا إلى إقامة حلف سمي حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، وحضرته قريش وتيم وزهرة، وشارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المقصود من هذا الحلف منع الأكابر من قريش والعظماء أن يأخذوا حقوق الضعفاء، فحلف الفضول كان عبارة عن مدونة أو وثيقة لحفظ حقوق الإنسان. رأى الظلم والمظالم وكيف يمكن أن تتداعى قوى الخير وتتكتل لتقف في وجه الظلم والطغيان والجبروت وسلب الناس حقوقهم، فكان في حلف الفضول، في حلف الفضول الذي قال فيه حضرت في دار ابن جدعان حلفا ما ودت في الجهل ما وددت أنا لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لعجبت. ومما ينسجم مع هذه المشاركة في حياة قومه وحروبهم العادلة وأحلاف الخير التي كانوا يعقدونها، أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن العمل الدنيوي، سواء في ذلك رعي الغنم في مرحلة مبكرة من حياته أو التجارة فيما بعد. شب النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى ما يتعاطاه الناس من التجارة، تعاطى ما يتعاطاه الناس من الرعي ومن الاحتراف، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعين الناس وكان يساعدهم
هو ليس النبي عليه الصلاة والسلام الوحيد من الرسل الذين اشتغلوا برعي الغنم، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. السؤال ما هو، ما هي الحكمة في هذا؟ والله أعلم أن رعي الغنم له خصوصية عن بقية المهن كلها، من حيث أنك تتعامل مع قطعان من الغنم في غاية الضعف بصوت تجمعها وبصوت تفرقها. والأهم من هذا والله أعلم أن رعي الإبل والبقر وما شاكل ذلك يحتاج إلى جهد عظيم وانشغال كبير، فالراعي لهذه المواشي ولهذه الأنعام لا يجد وقتا للفراغ، بينما رعي الغنم أن الراعي يجد وقتا طويلا يقضيه من غير عمل، وهذا يعني أن الراعي يجد وقتا كبيرا للتأمل في الكون الذي حوله، خاصة وأن الرعاة يرعون في الخلاء. العيب أن يبقى الإنسان يتكفف الناس، قد يعطونه وقد يردونه، ولكن الرسول من صغره يتحمل المسؤولية ويقوم بتكاليف نفسه وبأعباء الحياة فيكون راعيا للغنم. التجارة تربي الإنسان على المفاوضات، وتربي الإنسان على الإدارة وعلى إدارة المال، هذا معنى أيضا كان يحتاجه كل هذا تهيئة ليكون قائدا ورئيسا لدولة. وأيضا كانت قضية التجارة، كان يرى التجار من حوله كيف يغشون ويخدعون ويحلفون بالكذب، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يأبى هذا وتأبى نفسه هذه المعاني. فلما اشتغل بالتجارة تعلم السماحة في التعامل، بالإضافة إلى المعاني الإدارية والمالية التي يحتاجها أي قائد، أن يعيش مع ذاته، يستبطن الكون وما فيه من 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 دلالات وما فيه من عبر وما فيه من آيات. أيضا يتعلم الرفق، يتعلم الرعاية، يتعلم الإدارة، يتعلم الحنو على هذه المخلوقات، بالإضافة إلى أنه في الطبيعة يتحمل المشاق. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم من أول نشأته كان نافرا من معبودات قومه الباطلة ومن مجالس لهوهم ومجونهم. كان معروفا منذ شبابه وصغره أنه كان يعف عن كل حرام، فلم يعرف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد لصنم البتة، مع أنه ظهر بين ظهراني قوم يعبدون الأصنام ويسجدون لها، فلم يعرف عنه أنه سجد لصنم حفظا لله عز وجل له. ثم من جانب آخر لم يعرف عنه أنه أكل من السحت الذي كان يأكله قومه، ومن جانب آخر كان معروفا بالعفاف، فلم يعرف عنه أنه صبى صبوة أو فعل فاحشة، فحفظه الله من هذا الجانب في خلقه. وهو أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف عنه دماثة خلقه وطيب معدنه وحلاوة منطقه وصفاء قلبه وسلامة سريرته. وحال التأمل والعزلة والاعتكاف التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت نوعا من العبادة على ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت بقايا هذه العقيدة متداولة بين بعض العرب الذين كانوا يسمون بالأحناف. بالرغم من أن العرب كانوا قد انحرفوا عن منهج إبراهيم عليه السلام وعبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام، إلا أنهم كانوا يقدسون الكعبة وكانوا يقدسون فريضة الحج بالرغم من الانحراف الذي انحرفوا فيه. وهذا يدل على أن دي بقايا الحق القديم، ويؤكد هذه البقايا كثير من الأحناف الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتجنب عبادة الأوثان، لم يعبد صنما في حياته صلى الله عليه وسلم. وكل ما كانت قريش تمارسه ويمارسه الشباب من غشيان الأندية السوء ونحو ذلك
فهو صلى الله عليه وسلم كان محفوظا منه ومعصوما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله على دين إبراهيم، على دين إبراهيم عليه السلام وجده إسماعيل والأنبياء جميعا، لكن عبادة تختلف ربما شكليا عن العبادات التي أقرها الإسلام، وبالذات الصلاة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج. سلام على الله يا رسول. لكن الاعتكاف والعزلة تزايدت في السنوات التي سبقت البعثة النبوية، وتحولت إلى تحنث يمتد أحيانا شهرا كاملا يعتكف خلاله في غار حراء في أعلى جبل النور، وهو تحنث واعتكاف بلغ ذروته بنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل 40 سنة من حياته، ليكلف بعدها بحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة. وهذه الرسالة ستؤدي إلى تحول كامل، ليس في حياة النبي وحده بل في مكة والعالم كله. يا رسول.